أصدقائنا الأعزاء، طبعا مثل ما وعدناكم أن ننقل اليوم جولتنا في شوارع يريفان، نقلناها حسب المستطاع، إلا أن وصلنا في منطقة، هذه المنطقة للأسف الشديد شبكة الإنترنت ما اشتغل عندنا، حتى نوفي بوعدنا أن نكون نقلنا لكم الجولة كاملة. صورناها ونعرضها عليكم، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم. هذه الساحة الخلفية لدار الأوبرا، هنا أيضا شجرة أخرى من أشجار أعياد الميلاد، وهذه القلعة بنيت بالثلوج. وهذا جدار أيضا. ندخل داخل القلعة نصورها لكم. كل شيء هنا صنعت من الثلوج وبنية من الثلوج، هذا يدل على كثرة الثلوج اللي تساقطت هالأيام. ماسو هذه الشجر أخرى صنعت من الثلوج، من قوالب الثلوج. كثير من السواح يسألون الجو بارد ما نقدر نزور أرمينيا، لكن مع ذلك الكثير من السواح وصلونا وتجولوا وما تأثروا بالبرد. الجو بارد صحيح، لكن نشوف الناس ما يتوقفون عن الحركة، وكل واحد ياخذ احتياطات اللبس قبل ما يطلع. في الدول العربية أو الدول الحارة درجة الحرارة توصل بيه 50 درجة والحياة مستمرة، هنا العملية عكسية، درجة البرودة توصل -10 -20 والحياة مستمرة. لا تتخوفون من البرد ولا تتخوفون من درجات البرودة، تقدرون تتجاوزون إذا أخذتوا احتياطاتكم. أطفال يلعبون بالثلوج. الساعة الآن الساعة 8 مساء تقريبا، لو خلينا أو 7 ونص مساء. هذا المسرح هيئوه، هنا راح تقام حفلة رأس السنة يوم 31/1
وعموما الحفلات تبدا ليله راس السنه الساعه 11 مساء او 10 مساء، وهنا بالآلات. شارع أبو بيان وساحة شارل أزنافور الشارع اللي يربط شارع تومانيان مع ساحة الجمهورية. Oh.
وهكذا تنتهي جولتنا المسائية في شوارع يريفان. وكما وعدناكم نقلنا ما استطعنا من نقله مباشر، والمتبقي صورناه ونقلناه لكم. يمكنكم أن تطلبوا خدمة البي آي بي من أرارات للسياحة. خدمة البي آي بي نحن نضمن لكم التنقل من المطار إلى الفندق، وننظم لكم جولات صباحية ومسائية، وننقلكم أيضا من الفندق إلى المطار. نهيئ لكم سيارة خاصة لكل عائلة مع سائقة، بالإضافة إلى المرشد السياحي العربي ليكون مرافقكم في كل جولاتكم خلال تواجدكم في أرمينيا. إلى اللقاء.